اللي حصلتم اياها مساعي 1 2 3 اول شيء انه موجود الوزارات مهمه ليش؟ لانه الوضعيه خير من العلاج. الهيئة العليا للحج والعمرة في كل عام على إقامة الندوات والورش التثقيفية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام لما لها من أثر بالغ وقوي في أداء مناسك الحجاج بيسر وسهولة ونجاح. الحمد لله مكتبنا بعد اكتمال أعداد القوافل واكتمال جميع الإجراءات اللوجستية للحجاج من فحص طبي وفحص استطاعة ولقاحات طبية، قمنا هذا اليوم بإجراء ورشة لتثقيفية للحجاج في وبالتعاون مع مؤسسة الأمل الدينية مشكورين، والحضور كما ترون حضور جيد، وتم إلقاء المحاضرات الطبية من قبل عدد من الأساتذة الأطباء المشكورين. عدد حملات محافظة المثنى لهذا العام هو 17 حملة، تتكون الحملة من 48 حاج موزعة على 10 قوافل لحجاج البار عن طريق منفذ عرعر الحدودي، وسبعة قوافل لحجاج الجو متوجهين عبر مطار النجف الأشرف الدولي. إن شاء الله يوم 20 بالشهر 20/5 راح تكون أول قافلة تنطلق من محافظة المثنى، وتتوالى انطلاق القوافل والتفويج لغاية يوم 28/5 بالنسبة لحجاج محافظة المثنى. الفيزا موجودة للجواز.